فيها وكان ممكن نتملق السلطة عشان نعيش، لكن احنا تمسكنا بالمبادئ وكان لنا طار، وانتوا عارفينه. عارفين يا رئيس وحزب الله ونعم الوكيل. وقعدنا بقالنا كذا سنة انتوا عارفين بناخد بطارنا ونطلع حقيقة الأوضاع عشان الناس تعرف. بالراس الدم مديك يا علي، بالراس الدم مديك يا علي، عرفوا ان الراجل الشريف ده اللي كان البلد كلها تحت ايده وتحت امره وخرج ما يهلكش ولا شقه في مصر حتى ولا جنيه في حساب في بلد. دي الناس الشرف اللي بنت في البلد، واحنا كملنا بنفس الطريقه. احنا كملنا بنفس الطريقه وبنينا البنك الاهلي وخليناه مفخره لمصر في الخارج، وانا بسافر في الخارج وبشوف الناس بتقدرنا ازاي. احنا النهارده هنا اخويا الوحيد نازل الانتخابات، ولازم احنا يبقى لنا وطن، ولازم احنا نكسب ان شاء الله، ولازم نكسب عشان الصح بتحسن. مش نازلين الانتخابات عشان حد يقتني ولا يعمل فلوس في جيبه ولا يستفيد زي ما في ناس بتعمل. احنا نازلين الانتخابات عشان نخدم الناس، واحنا خدمنا الناس وبعنينا من غير انتخابات. لازم نقوي وضعنا عشان نقدر نعمل اكتر، ولازم نقف رجال. كل واحد زي ما قال الاستاذ صلاح والاستاذ وحيد وقال الاخ، كل واحد عليه دور. احنا لازم نبقى رجال، ولازم لازم نتحرك، ولازم نجيب اصوات، ولازم كلنا نروح، ولازم لما وحيد يمشي يمشي وراء 2000 واحد عشان الناس تعرف ان في هنا عزوه، وبلد دي ليها وضع وليها اصل وليها جذور. استار ليها وضع وليها اصل. فاحنا لازم نكسب الانتخابات، ومش هنكسب الانتخابات الا بيكم. ان شاء الله يا بيك. ان شاء الله بيكم هنكسب الانتخابات. طبعا احنا من غير الانتخابات احنا تصوراتنا للبلد كتير، وانتوا عارفين في الفتره اللي فاتت احنا حاولنا ان احنا نساعد اهل البلد، واحنا مستمرين ان احنا نساعد اهل البلد وشباب البلد. انا واخويا امين كنا جايين في العربيه بنقول احنا بنعمل كده لان احنا عندنا الشعور الانساني بالنسبه لشباب البلد. احنا حاسين يعني ايه شاب ما يشتغلش وقاعد من غير شغل، ده شعور بيهمنا. عشان كده احنا بنحاول نبذل اقصى جهد عشان نقدر ان احنا نساعد الشباب ان هو يشتغل، واحنا هنفضل ورا شباب استنى لما نشغله. موقفنا ونغير وضعنا هو لمصلحة الناس هنا. أول ناس هتستفيد هي بلد اصدار. أنا ما عينتش حد من البلاد تاني. أنا بيكلموني ونواب مجلس الشعب كلهم ووزراء مصر كلها ومحافظين مصر كلها. وأنا عندنا ناس من البنك الأهلي موجودين النهارده هنا من سمرقند. أنا بيبقوا عايزين يعينوا ناس الوزراء، أنا ما بعينهمش ناس. أنا الأولوية خدتها ستار. الأولوية خدتها المنيا، إحنا اتبرعنا للمنيا ب 5 مليون جنيه. واتبرعنا لسمرقند بمليون جنيه. واتبرعنا في ستار برضه حاولنا نصلح في المدارس وفي الوحدة الصحية ب 500,000 جنيه. وإحنا هنفضل نعمل كده. لازم تبقوا رجاله معانا، واحنا عارفين ان انتوا هتبقوا رجاله معانا. ان شاء الله. لان احنا عارفين ان البلد دي عندها ذكاء وعندها فطنه وعندها فهم. ها؟ والنهارده ولازم ما يصحش ان وحيد ما ينجحش، وما يصحش ان عيله عامر ما تنجحش في انتخابات زي دي، لازم تنجح ان شاء الله. ان شاء الله. بتقول مش بيعايروننا حتى ولا بيعملوا، ومحدش بيعمل لهم حتى حاجه. ازاي؟
ده بالعكس لما واحد هيتعين هناك من اعضاء الشعب بتاع البلاد الثانيه. بس احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا وربنا يوفقكم، واحنا بينا دايما لقاءات. انا جاي المره دي اساسا برضه اطمن عليكم واقابل الشباب واقعد مع الشباب. البنك الاهلي، بنك اهلي على سعادتك يعني. بنك ان شاء الله يكون بنك اهلك على طول يا باشا، ويوصلك على طول يا باشا. بص يا احنا البنك الاهلي بندير 300,000 مليون جنيه. الحمد لله 300,000 مليون. دي اموال الشعب المصري انا حافظت عليها. الاموال دي كانت بتروح انا حافظت عليها بما يرضي الله. عشان كده ان شاء الله ربنا هيقدر البلد دي ان شاء الله يا باشا. عايزين الجمعة شكرا شكرا. كلمتين للناشر اللي انا جيت الانتخابات بقول فيهم هانت رحيل يا حبيبنا، اكيد الفرحه هتكمل ان شاء الله. انت لو كان قلبك مليان بالخير تستاهل 100 فرقة. انا كلها ايام وتقول يا سلام والهنا بعامل فضل الله. ده انت يا غالي مرامك عالي وتمنى هيضرب الهنا. الرحمة في ذاك والمولى معاك.